ربنا يسمع لأي حاجة برضه. الحقيقة هو كورس يعني أنا بالنسبة لي فتح لي حاجات كتير أوي أنا ما كنتش شايفها بخصوص الإنترنت، رغم إن الواحد يعني من زمان هو بيشتغل في الإنترنت أو بيستعمل الإنترنت من أيام الريتسك. مجلس الوزراء طبعا. ومع ذلك حكاية إن الإنترنت وتأثيرها على الناس وتفاعلها بالمنظر الرهيب ده يعني فتح لي حاجات كتير حقيقة، ونتمنى إن احنا نكمل بقى قدام بإذن الله. التوفيق إن شاء الله.